كان بعض المحدثين يتورعون أن يأخذوا أجرا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما كان البعض أيضا يهرولون إلى قصور الخلفاء والأمراء رغبة فيما عندهم من الأموال. قال محمد بن المنذر الكندي: وكان جارا لعبد الله بن إدريس أحد المحدثين الكبار المشهورين بالصلاح. حج الرشيد ومعه الأمين والمأمون، فدخل الكوفة فقال لأبي يوسف: قل للمحدثين يأتون في القصر يحدثون. فلم يتخلف عنه من شيوخ الكوفة إلا اثنان، عبد الله بن إدريس وعيسى بن يونس. فركب الأمين والمأمون إلى عبد الله بن إدريس فحدثهما بمئة حديث. فقال المأمون له: يا عم، أتأذن لي أن أعيدها عليك ومن حفظي؟ قال: افعل. فأعادها عليه كما سمعها، فتعجب من حفظ المأمون وقال: لولا أنني أخشى أن يتفلت مني القرآن ما رويت إلا العلم. يعجب من حفظ المأمون. وقال المأمون له: يا عم، رأيت إلى جنب مسجدك دارا إن أذنت لنا اشتريناها لك ووسعنا بها لك المسجد. فقال له: ما بي إلى هذا حاجة، قد أجزأ من كان قبلي وهو يجزئني إلى أن أموت. ثم نظر المأمون إلى قرح في ذراع الشيخ فقال له: إن معنا مطببين وأدوية، أتأذن لي أن أجيئك بمن يعالجك منهم؟ قال له: لا، قد ظهر بي مثل هذا وبرئ. فأمر له بمال وجائزة فأبى أن يقبلها. ثم صار إلى عيسى بن يونس فحدثهما، فأمر له المأمون ب10,000 درهم فأبى أن يقبلها، فظن أنه استقلها. فأمر له ب20,000 فقال له عيسى: لا ولا إهليجة ولا شربة ماء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ملأت لي هذا المسجد ذهبا إلى السقف لم أقبله منك ولا من غيرك على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصرف من عنده وهم يتعجبون من ورعه رغم حاجته الشديدة للأموال ولإصلاح منزله ولمداواته. وهذا ما كان يفعله الأخيار الذين يدرسون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.